السيد الرئيس، ما واش اتهم الشك، واش اتهم الشك بوحده ما ندرين بانه الشك السبب منيا؟ هو اتهمنيش، لان بنشت السبب منيا، لان خصني نتاكم خزي القايد، انما القايد كيجيبو مليح هذه مده. واش فعلا القايد شو كيجيبو مليح فعلا؟ بس انت قلت تمسين وجهو كيجيبو مليح، ما عادش ملي خصني نتاكم خزي القايد، غير المسائل ناضني بلا ما هي قاعدين يوجعان ما هي ملي خصني نتاكم. كانت غادي يسلح وجاج، واش انت خزي القايد راح على هذا القسم الثالث؟ قد تقبل العقل شكون راه يشوف بوحده ما قاع من يا السيد الرئيس؟ لا 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 سي سعيد، سي سعيد قسما بالله حيث قدامة وهذه المشاكل في راس جالس شكون السيد من يوقع يشعل الوقت بحال خزاق مجدي كمان هي رشك استغرب تما الحدث ولكن كامل الاستقلال على حسب العزمه ويكينا ولكن كم رجا سي سعيد رجا كيستمر انطالب الاستقلال على حسب العزمه ويكينا سداده لانه يكفاكم ووارك فاكور الجماعه يعني الجماعه وانما دين وغيت وحاسب ندم زوارو قبل ما نهزم انت الداف السيد الرئيس من الخطوات اللي يمكنك كجماعه باش تدافع عن الساكنه لان دوركم تدافع عن الساكنه من خطواتي غاكم لا مين دير واش بالنسبه للرقص بالنسبه للبناء نيخ مين دير بالنسبه للعائله يا ثانيتين واش تسمعوا ودين وزام شي كجماعه يعني نعم لا تنسوا مين ممكن تمشي سعيد مش ممكن راح الامل ما السكر صح من يوقع الحل غالي واش صلع صافع في الدعوه السيد سيد من يا فداوس السيد سته هذه هو مفوض القضايا وهذه راه عين المكان هذيك المحضر ديني هذه حديث عن المحكمه بغيت الطاوله تنز انما انت اصلا السيد وس بالغنسه قانونيين يخصص بالغن نعم فوالا نعم قانونيين يخصص بالغن السيد وما غادي نقرر نهدم المحكمه يخص النسخه الجامعه السي هذا يحرام من رئيس الجماعة نعم من السي سعيد نعم أصل المقدم المقدم الشيوخ المنطقة وذي نحضيها وحضان شو يقول بوهدان مقدم وين المقدم الشيوخ السلطة خارج منطقة الجماعة إيجا ماوس معلومات جديدة طيب السيد رئيس نزار مثلا قل مغرب يعني بزاف توذرين بان انت سبرا الرخص سبرا البلاو يعني معروف انا قل مغرب تكنا المحكمه تكنا المحكمه السيد الرئيس وتكناسني جنين تكناس المحضر ديالي قل المحكمه تحكمك سنس الغرامه الهدم ولكن الهدم وتنفيذ نشيط جات الغرامه نجي العدادي وذاك يقلين حسيمه يقلين دريوش علاش كي كاع ما واش يوقعوا هذا ما منايا ماني خصني نفهمك كيفاش نشتي الناس زوبنا زعما ديال صديع عمار ثموات؟ نعم. هذا راه ساعد الاسد الداف وزرع. نعم. وديك يا لواط البحر لا يمان. باش نحاش تولي تجي هذا حاسس هذا ماشي الداف. كيفاش نسيت السيد يا الناس ديال ولا عايشين 30,000 درهم؟ نعم. يطاحيتك اثنين موحل خاص تبقى الرخصه. كيكسح نعم واش كاع في هذه الفترات يعني التصقم يجي دينا رئيس الجماعه غير سي سعيد باش نستيوصل الوضوح نعم نستيوصل الوضوح اول مره توقع المشكل تقوم غادي يسال شي القايده اول مره توقع المشكله اول مره توقع المشاكل ديال الجمعيه موس والسبب ديال القايد تحمس مسؤوليه القايد اعطيني خصويس وحتى المسؤولين سن المشاكل نس ودي جنك زي الشكايات
سي سعيد روحك الجو انا راكش تعقيب اني راكش نسقسي قبل ما نصف هذاك اكسيد لا سي سي مدام ما رئيس راس الخلاف الجانبي التركيه نشتي من بغا نخدم الضرائب منايا السؤال ام زوارو هنا السؤال ويثنين السي الدوري مادام هو معري من شكل نيوش تمثل الجماعه رئيس رئيس الجماعه نورمالمون تقدم الاستقاله تحضر على العميل تقدم الاستقاله نورمالمون سو مصحران كشكل رئيس جماعه تمثل المنطقه رئيس النخب الجماعة النخب بالدخمان هي تحضر على العميل ما يميوش استحضان ما كاش تمثل استحضان ماشي استحضان اسبلغن 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 باسكو تمثل تمثل المنطقة رجع رجع الاخبار كتابة كتابة كمان الداخلية إذا محكمة الداخلية غادي يسديها من المحكمة من حقه كني وقوك ماشي حتى شي نيزو خبار شي وثيقة وطنية واش من وزارة شي من حق السيد الرئيس بأن مسؤولية ينك تخول خاف بأنه تحت السقسي علاش؟ أيوا يعني قانوني نخصي شكون راكم خبان إذن امش تجوز نشكون كني كرئيس جماعه يعني الدور الله يبارك نمشي نتجوز الناخ نتجوز الناخ كتراش وخا المقدم شوي وخا المنطقه ونصح بها ثاني ما في حاله في هذه الحاله واحد وبنا ويتقي مش غيمثل ينا في المنطقه ما تجوز لنا ومسي بلا بلا ينتكي مراضني من دين راح يقيم سي سعيد عندك شي حاجه فوتو انت سي سعيد زي فرنسا خير اللي عندك فوتو ايوا ما يمري تغير البطري وشاكي غسامية ما يمني السيك الدوري كرئيس جماعة ما لو وقت وقت بعض منايا فنصب وقت في منايا إن تيجيني قصدي عاود روخ تفضل السيد الرئيس مادام جوز الناقشين هو السبب من جيغ سنقدم الاستقالة ماشي كاينش واحد كرئيس لا اعضاء كيف من الاعضاء كيف شو لو ما الموت احمر لو ما الموت كني ذي مزغورة لو ما الموت ذي مزغورة تحمر على العميلة تشكم باش نستنى ما ذي كمان ايام واش يمشي الاجتماع السيد الرئيس يمشي الاجتماع جراوكم قيل جماعة كمين يوقع نامية لا حاليا حاليا ونقول الاجتماع حاليا عاد ونكشا ولكن من حق كاسي الرئيس يعني من حق رؤساء الجماعات انه ادعوا لغاش شنو اجتماع في امام تاجيل الحاله 30 يعني لا اسمعك القانون واه اسمعك القانون واه انا اتفهم سجن سجن البيان اتفهم شي حاجه توجه غير المؤسسه الدوله يخصو الفصل بالبيان واه فعلا واش تفكر شي هي الخطوه 30 مستقبلا لو كان شي تفكى عاد من الخدم شي كمجلس نعم اما الجماعه اثنين كل جن اما كل جكي تصونس شن كم جسمي شو ماوس انت كامي ما خلني زعلف يعني هم ذري متابعة الحدث اللي وقع في الصندوق لا بحال شنو حال المتابعة متابعة يعني عادة تبع ماشي صافي هذا منذ ذي القصة يعني عادة تعزوم أتكمل تجتمع ربما تفهم شي البيان سعيد مثلا سوق الأسباب سوق الأسباب تم سهولة ما انت السبب يدوزين على الناس زين توزين مغني بنت واريانت ايوه مغني هو السبب الزوار خص السوحش مهم يخصي السوح ما جديك مالية مهم هو والمانيا يقع المشاهدين المتابعين صلى عشرات الالاف والله العظيم يري في المارة قال اوروبا رماني مجان قاك ستن كان من يوقع عندي ني وزونا السن ما غاب الضبط علاش بالضبط السؤال يا اخواني سن هذا من هو نعم السؤال السعد الله يرحمه عليك الرئيس ومين وانت واز ورغبه مين زيد تهضر على الرئيس ما يمكنش يخسر ضروري راسي يري الاخبار من هنايا واش الاخبار مزيان خصني نصوت كساكينه مزيان خصني نصوت باش نديرو ديال الرغبه نسمي من يوقع
تفكاضة وتفكاضة بالهدم يا يغيري وأنا مفقن الهدم. نعم الجواب واضح السيد رئيس. نعم كمل أقول لك يا سيد رئيس كمل. كان نسبة من الخمسة الصباح إلى ينام. نعم يعني الجواب واضح السيد رئيس لكنش لم أتوصل بأي شي دوريق شي الإخبار بأنه قد نهدم والقانون يسمح يقاه يسمح يخصها تخبان وخصوني السيد الرئيس يقاه نش من ياك ساسقض هذه راح غالعمالة يعني المؤسسة الدولة هذه طلب الحقينس بانه كان شي غايش الحق خصو يشكل خبام كرئيس الجماعه اللي شي كيتمثل الجماعه السيد رئيس ملي كيقولك على لازم ما غا مجدي كمان وعلاش بالضبط ديري نو الاداره مع مجلس وثائق ماشي حكومه من نواها. لا لا واخا انني قد سنهزم تواصلني تخشي خصي الوثيقه الرسميه. نعم السنقيل ديال أمد وسنا رنا رخصين ولو ولو هذا يخصين رخصين وجن القرار زي المحكمة وخصين ولو سلو هذا يخصين الوادي خميس غنا استوت نمزوا عادي غنا غن سن سنين لا تنمع مثل الوثائق شكل عرس يخصين جات السن المناي يخصين جات السن خش تمثال ذا غنش يخشين واحد شري بلا تمثال لا سي محمد سي محمد سي محمد أشوف أجلس السيد رئيس سي محمد شوف لا جزيك بخير شوف شوف السيد رئيس كما كيدير سي محمد زكي مزوان الله يجازيك بخير اقرا اللايف يعني شنو مسؤول في اللايف ونيتين وبالتالي الكلام خصو يدير واضح بدون احراج الاخرين. لا لا شوف لا يخليك شوف لا يخليك شوف ملايين الناس بوحدك ملايين كاش تساوي كاش غايني جان مرات وقاضي خصيش هذا يتسند الله يجازيك بخير لأنه اللايف مهم يتابعه العشرات الآلاف أي واحد ينتقشين كلمة مسؤول خفص ماشي لايف سهل وبالتالي الرئيس نقول يتوضح لا ما يستيقظ تبع يعني أضراح هذا عزو السقسي المغا وذيك ينشي تنسيق نسيق إقا تنازو إلا نازو استقل شروخ الرئيس قد سقسيق السيد الرئيس واش مرمي غدا وإذا المؤسسة الدولة أتبحث كمانية كيف ديري أسبوعة وصلاة السلسة؟ أسبوعة؟ نعم أسبوعة إن شاء الله ما لو في لك المعلومات. نعم يعني أنت في أسير أسباب العمل المؤسسة التصمية إن أقوات سيدة الأولى شون قلنا اه في حاله ملك مرشي بول معلومات يعني بويدا تفكا بكل استقاله جماعيا المجلس الجماعه على نيكاماوس. لانه راه تبقى بورك انه بزاف مره يعني يصور الخبز ياخذ كاريك مره يصور الجماعه. باش يتهم يجن سجن حاجه وديه كيكسر شويه. لا لا بارك الله فيك مثل النظام مني ها. نعم السي سعيد. ويا السي الدوري الرئيس نخنس بارك الله فيك مثل النظام مني. هوني ذا ورنيشا و تحرق على المسؤولين التلفات زعميس ديك كمان هي ما لا والو شي تعين راك تقبع الشيك الشكي اخي واش عينات الاخبار مز ديك كمان هي ما لا والو قدم لي استقاله ماشي ماشي سعيد ماشي غير تعين من شويه يخصوقاتني واش احسن لا و لا باش نمشي باش نقول المحامي باش نقول المحامي شي وين سن كيف دار الرئيس و حكيت من و نعم شي باش نقول المحامي هو عند على حد على هواني سي سعيد شوف واش نحمي ذات القوه تاع تاع السد الله حسن عرفناش من حقك السيك الدوري واش ممكن الله حسن عرفت لا من حقك كبر من حقك على حق تسول ديما ليا باش تسلمي انت اكثر راك حق راك حق غادي تدافع على نش كبر ما بس سي سعيد سمح هاي و هذا من الهدم الشيء وين شنو قرن الهدم واش سي كبر شنو قرن الهدم لا 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 تكدوش واش ندير شي تكشي ديال القرار الهدم لا لا
لا قدر نشني غاش لو شو ما سوى النخمة لي نورني سيد سوسن قرار قبل وخال جيسني سيشان حاش جيسني جيدا يوفو الصباح من دي المن سا بس حوال لا نغاش ناش وجهونا نغاش كذشكي وشين القرار للهدم نغاش كرئيس جماعة غاك الحق هتقلون كي تخمانايا أمد ماني البحث ماني غاك الحق تشكي يدي تقني الديفون ده انا يدفع عنك المنطقة غاك الحق تحضر على عامل غاك الحق تقلون كي تخمانايا سوتو وش وان شت مثل المنطقة وذا الشو عن شقاع عوم تسكن وش نحشت عوم عرمن بلي لان شين نجمنا يا المد ماشين شغل شو عن يمكن حن هدم يكون هدم اللي بقولكين استخ طبعا استخ طبعا ليش محيا إيش سلامتي ريس طبعا شو ميت كم ريم مكتز محكمة مكتز أسي سعيد الله يخليك سؤال جواب ماشي وتقطعش ماذا بنشان قرن لهدم يوديشن جهاز مني هذا سكنت نسين ولا سند ولا 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 سعيد متابعين كرام من فهم جواري هو أن شك سيخ فينك ورجي سيقي عين المكان ورواه ورخبا يعني في منايا سني يوقع هذا ما ولدين رخبا بأنه أضراح على المؤسسات الدولة السقسيغ وتبحث كرئيس الجماعة في الأسباب لهذا ما ولدين مجموعة مسرين وما قلشهم خبارش يعني في منايا الله في منايا السعر يقارش بريء السيد الرئيس يقارش بريء زي العملية ثانيتين وغايجي في السلسلة نعم أسي سعيد نعم اي حاس بعد مشين جنوي ايت نحس طن زين شن حوس طن مش عاقي مستعد بلي كيف يفوسين ليش نقصوا فيني خيوال صافي من هي اصلا من يا سي سعيد اذن عفوا السي محمد قالوا السي محمد علاقته كيفي راه قيمه كي باش كيف مستفاده الزاق مرض شو على غيك يا خويا سعيد سي محمد مراه شو يسقسي ولكن بكل احترام بدون يعني ما نمس الشعور الاخر تمدم ديال ساكنه راه شو سي مرحبا السيد الرئيس بيزي غد الثالث شكون هو السي واك شي رفضه نورمال انك يا ودي اللي خد عمل سوريقي روح شي نبوض وريخو مي غازي دوار والمنايا زوج جواب والمنايا أسي محمد من يريع الزوبلنس إنما أصل بنيس ديلا في الدار سيطفال يطفال يستسبل الغن بلك أوني السنشي سيطفال الغن جامعة كمؤسسة يستسبل الغن يستسبل القرار أيوة شين والسين زي مريا واخر فازي مريا كا إذن شين ونحذيان شين تأخذي الغربة ونحذيان وسين داعذ رن ويوان ونسين وين يوقعن ونسين ما نش بلاد 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 باش نختم من غاديين من غاديين كجماعه المستقبل مش اول نزل القضيه ماشي كماليه واحد نعم وثاني الشين كمؤسسه رسميه شي مروان تمثل الجماعه كجماعه وذا السكين ديال النسخه ديال القرار الاول وجميع الغنكين كنحكم الاستقاله نعم وثاني الشمن والطلب زين مسؤول ولين ما يمكنش اي مواطن غاس 20 30 فرانك 30 الف درهم هذه حالي بالنسبه لواحد الميغريسيون فرها والنص خاص تطبق القانون لا يمكن وخصوصا مع الجرماوات نعم فوالا السيد الرئيس كان واضح اذا في الرجاء السيد الرئيس جماعه مروس الرجاء يعني الايام القليله المقبله كوسينيت غياسن أغنفشين الجواب رزش إن شاء الله يعني شاء الله. يعني ك
كمسؤول في الجماعة فيما يخص الحادثة هذا ما ونتين إن شاء الله. سي رئيس القضية الشخص والتاس المشاركة هناك ونتمنى وراه إن شاء الله حاول تري ذاك هنا وضع توضح أكثر من اللي وقع. شكرا لك بارك الله فيك. نعم كلمة قالوتي المشاهدين اللي كيتسرانا قندس الالاف وعشرات الالاف السيد الرئيس الناس اللي غادي لي سي سعيد نشكر المشاهدين اللي كيتسانكو وشي الاطفال اللي كتروجن ديال السوق باللي الرئيس الجامع ينتقم زير كايز ونتيكي المشكله ما ني غير خوتي كانوا هما اللي نواجهو نهائيا وني غادي نشلحو الجا خمانيه غادي تيتياوي تتم سوالوس نعم وتمنيك ان شاء الله تمنيك ان شاء الله منايا ويتكريشا سيد كالارن وتمني ان شاء الله مني ويتكريشا نشيوني كازون ديك الرخصه مرحبا بالجماعه كيف نسهلت نعاون ديك كلشي نعم وني خصنا ويتبغوا الرخصه واقمين اسانك واش ما حدا ويقبل السي بسنا هاد الرخصه واش ما مش تواريخ بنادم يعزو لي بنادم واحد ما يمكنش غادي حد يومو عندي ستوبو ولا فادي 20 درهم منين تتني راس ديالك من واحد ما يمكنش عاود ثاني. وشكرا للسي سعيد. نعم شكرا السيد الرئيس السي محمد القدوري رئيس جماعه ايجار مواس في اقليم دريوش اللي جا كاين يعني في المباشر يجاوب في الاسئله النور والاسئله يعني اسئله مقراين كان واضح قال جواب ينس وعدنا على اساس كاين يريقي الايام القليله المقبله ان شاء الله زيغ يبحث عن تاك الموضوع باش سيرين الاجوبه يعني من وقعا من تعلنت الاسباب اللي جعلن ذهينا غاد الهدمنت وعلاش بالضبط ذهينا وها ما غا ما ينغني لا مجموعه من النقاط نغني وانت مسؤول يعني قيل جماعه شكرا تقدر شي اسوات السيد رايس بارك الله فيك. سعيد الفرصه ان شاء الله هي حاجه مرحبا سي سعيد كيموت الله يحفظك شكرا تبعت سعيد ممكن ندير شويه السيد الرئيس ممكن ندير شويه يعني شويه نعم